نتكلم بقى في المحاضرة دي على حاجة مهمة قوي، وهي التكست والبريكومبنج والتراكمات. يعني ايه الثلاث حاجات اللي انا قلتهم دول؟ التكست اعتقد معروف، التراكمات هتكلم عليها، والبريكومبنج دي هبدأ بيها. او هبدأ بالتكست الاول. خلونا نشيل الكلام ده كله كده. انا رجعت للكومب بتاعتي زي ما انا، وعايز ابدا احط تكست. لو عملنا كنترول تي يبقى انا كده هكاري التكست، او اطلع هنا للتكست واكتب التكست اللي انا عايزه. اول يكن هنكتب مثلا سي جي اف اكس. تمام. خلي بالك بقى من حاجه، انت كتبت التكست، التكست شايف محطوطه فين؟ محطوطه عشوائي. اول حاجه الاول اتاكد من باراجراف ان التكست في النص ده لو انت حاببها كده. تمام، اتاكد انها في النص دي كده. خلاص بقى التكست الالاينمنت بتاعها في النص. عشان البوزيشن بتاعها هيجي في النص هو كمان، عادي هنروح هنا هنضغط بي وبعدين رايت كليك وهم قايل له ريسيت. كده خلاص التكست جت للنص. لو انت خدت بالك الانكور بوينت بتاع التكست هنا، عايز تغيرها ممكن تحطها هنا. لو رحنا خدنا بان بيهايند تول، تمام، وخلي بالك ممكن تعمل حركه حلوه قوي. لو انت ضغطت كده كده انت بتتحرك عادي، لكن لو انت ضغطت كنترول وسحبت كده، بص بيعمل سناب للنص، هوب لفوق للكورنر، لنص الكورنر. تمام، فدي جميله قوي. لو انا عايز اسنتر دي في النص كده، يبقى بمنظر لو عملت ريسيت للبوزيشن تاني التكست جت في نص السين بالظبط، لان احنا نقلنا الانكور بوينت طبعا كنترول زي ما قلنا، وننقل الانكور بوينت بالبان بيهايند تول. طيب التكست دي نقدر نعمل لها انيميت اكيد اكيد، بس تكست فيها سبيشال انيميشن. لو خدنا بالنا هنلاقي effects and presets مش ظاهره، هي ظاهره بس لو ضغطت على ده. طبعا هنا libraries انا مش عايز libraries. خلاص نخلي بالنا من حاجه مهمه قوي، ان لو انا ضغطت، عارفين حرف الزل الشده، لو انت نشطت اي ويندو وضغطت حرف الزل ده هيعمل دي زي ما احنا شايفين كده. تمام، لكن انا library انا مش عايزه، هضغط هنا اقول له كلوز بانل كاركتر. يعني خلاص، يعني طبعا ممكن اعتقد اشرحها نفسها. لو انت عملت سيلكت على التكست، ادي الخط وادي المسافه بين الحروف، ودي السكيل بتاع الحرف نفسه، وده بالعرض. افتكر الموضوع هنا شارح نفسه كانك فورد بالظبط. هروح لكاركتر، هنا ده الفيل كلر وده الستروك كلر. ممكن نعمل حاجه جميله جدا ودي هنعملها في البروجكت بتاعنا. ممكن اروح للفيل كلر اكليك عليه كده، طبعا هعمل له اللي انا عايزه، بس ممكن اعمل كليك على الايكون دي هيقول لي نو فيل. لو رحت للستروك، تمام، كليك على الستروك ومثلا اقوم عامل كده بقت الكلمه كده. طبعا ممكن اجي هنا للزرار اللي عامل شبه الهامبرجر ده واقوم جاي مكبر الستروك. طبعا ما بيكبرش لان انت مش عامل سيلكت على التكست. تمام، سيلكت التكست، كبر الستروك وصغره زي ما انت عايز. ده بالنسبه لحاجه زي كده. لكن التكست لو احنا قفلنا ده وفتحناه، اضافه لترانسفورم في عندي هنا التكست. لو فتحنا تكست هتكلم دلوقتي على السورس تكست، يعني سي جي تريننج عايز اغيرها بعد عدد فريمات معين. فانا ممكن احط كي فريم. خلي بالنا ان الكي فريم المره دي شكله مختلف، شكله مربع. شفنا احنا الشكلين اللي فاتوا، الشكل ده هقول لكم ده عباره عن ايه. وهاجي بعد كام كي فريم ودبل كليك على التكست وهكتب مو في اف اكس. لو احنا مشينا كده ادي التكست، همشي هوب مو في اف اكس. انا عارف السؤال اللي في دماغك، هي ليه ما بيحصلهاش تحول؟
نوع الكي فريم ده بنسميه هولد كي فريم. الهولد كي فريم ده كي فريم بيفضل محتفظ بالقيمة لغاية الان بتاع الكي فريم اللي بعده. يعني ده كده سي جي اف اكس هفضل ماشي 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 لغاية ما اقرب من ده بقى موفي اف اكس. ممكن بعد كده ارجع هنا تاني دبل كليك تمام تريننج خلاص. وممكن نعمل اللي هو موضوع التصحيح. انا كتبت مثلا الجي هنا كابيتال خلاص، ممكن فريمين بعدها تمام واصلح الجي هنا خليها سمول اللي هو كانه غلط كده مثلا كده. يعني شويه فن في حاجه زي كده في السورس تكست للتكست لاير. نشيل دي ويبقى وقفنا على مو في افكس. طب افرض اولا انا عايز يا رب يكون الخط ده عندي اسمه بانك اوبس مش عندي اسمه بانك جوثيك. من الخطوط الجميله جدا البانك جوثيك. افتكرش ان انا عندي خطوط حلوه على اللاب. مش عارف تايبوجرافيك برو برضو مش موجود. المهم من الحاجات اللي بتاخد وقت طويل في الديزاين هو انك انت تنقي فونت ظريف. واضح ان اللاب عندي هنا حالف ما يطلع فونت كويس. هخلينا نشتغل على ده ولو ان ده مش عاجبني، بس يعني هناخد ده كده ونصغر الفونت وهرجع لنون ستروك وهخلي دي ولتكن ليها لون تاني حاجه زي كده مثلا. هضغط بي رايت كليك ريسيت عشان تيجي في النص تقريبا والله اعلم. انا نقلت الانكور بوينت من غير ما اخد بالي بس كده جميل. افرض انا عايز الكلمه دي، انا هاخد مثلا لاير نيو سوليد وهخلي السوليد دي لونها whatever color و هاجي للسوليد دي واصغر السكيل بتاعها كده واحطها هنا كده. وليكن انا عايز التكست دي تيجي نعمل انيميشن صغير قوي. هضغط بي بوزيشن وامشي بتاع 25 فريم واخد التكست دي هنا وامشي بتاع كام فريم طوال شوية وحرك التكست دي بالراحة وامشي برضو كام فريم صغيرين وهوب اخد التكست دي كده. اللي هيحصل كالآتي. جميل. بس انا عايز دول يبقوا بعد 10 فريمات لان هنا من 75 ل 125 فريم. بص بقى لو ضغطت بيج داون همشي فريم قدام، بيج اب هرجع فريم لورا، شيفت مع بيج داون هطلع 10 فريمات لقدام، شيفت مع بيج اب هرجع 10 فريمات لورا. فانا عايز الحركه دي تتم بعد 10 فريمات مش 25 فريم. هقف عند الفريم ده شيفت مع بيج داون هطلع 10 فريمات وامسك الكي ده واضغط شيفت عشان يعمل سناب وانت بتسقه. بص تحس ان مغناطيس سحبه للسي تي اي اهو. لو جينا نشوف جميل. بس اللي انا عايزه بقى ان التكست دي لما تخش كده تحس انها استخبت ورا الشرطه دي. هتقول لي ايه ده ازاي يعني ازاي هخبي العرض ده كله جوه ده؟ اقول لك دي بقى احنا بنسميها التراك مات تمام. بنسميها التراك مات. يعني ايه تراك مات؟ اللون اللي ورا ده مش اسود. لو احنا ضغطنا كده هنلاقي ان اللون ده مش اسود، ده بنسميه الفا او ترانسبيرنسي، وده بنسميه اوبيك او كلر. اذا احنا عندنا ترانسبيرنسي وعندنا اوبيك. طيب لو انا حابب
احط هنا زي صوله ثانيه تخفي وراها التكست دي. بمعنى هروح اجيب لاير ولازم الصوله دي تبقى بيضاء سوليد وابيض، يعني ابيض تتاكد ان هنا 255 اوكي. وعايز اجيب السوليد دي بالظبط تبقى على طرف دي كده. واقول لك على حاجه عشان تعرف تظبطها، اضغط تي هات الاوباستي وخف بس الاوباستي بتاعت دي شويه، زوم بقى كده و هاتها بالسهم بس كده، ارجع بالاوباستي تاني 100%. يبقى اللي انا عايزه بالظبط ان دي تخش تختفي ورا دي، بس طبعا مش عايز دي ظاهره. فيما معناه هشيل لك دي بقى علشان نبقى شايفين دي. فيما معناه ان انا عايز اقول للتكست لو طلعتي من الالفا، يعني بمجرد ما اطلع من المكان اللي فيه شفافيه او فيه ترانسبيرنسي وادخل لحته فيها كلر اختفي. يعني انا بقول للتكست لما تيجي كده طول ما انت في الترانسبيرنسي الدنيا زي الفل، ساعه ما تقرب من سوليد تختفي. يعني السوليد دي بنسميها مات، يعني هتخفي دي. النوع ده، ودايما على فكره عايز اقول لكم حاجه، تخلي المات فوق الحاجه اللي انت هتخفيها، يعني الحاجه اللي انت هتخفي وراها هي اللي تبقى فوق اهو، يعني التكست تحت ودي فوق. طب التراك مات اهي، لو دي مش ظاهره تضغط على توجل سويتش مودز او F4 ونروح للتكست. افتح نن، سيبك من دول دلوقتي، هنتكلم فيه. عندي الفا مات وعندي الفا انفرتد مات. بص لو انا قلت له الفا مات، اللي حصل لما تقول له الفا مات معنى كده انك بتقول له ايه؟ بتقول للتكست لو انت جيتي في الالفا تختفي. فيما معناه ان لو عملت كده هلاقيها ظهرت جوه السوليد. اذا لما اقول للحاجه الفا معنى كده ان الالفا هي اللي هتخفي واللون اللي هيظهر. لكن لو قلت له الفا انفرتد معنى كده ان الالفا هي اللي هتظهر واللون اللي هيخفي. ان انا قلت له انفرتد يبقى معنى كده ان لو عملت كده اهو بالسلام، يبقى لو ظهرنا البتاع الاخ ده وشلنا دي كده، جينا عملنا كده بس، هي دي الالفا والالفا انفرت. تمام. اذا تاني لما اقول له ان التكست في الالفا يبقى الالفا اللي هتخفي التكست، لو التكست حصلت كلر هتظهر. تمام. لكن لو قلت له الفا انفرتد معنى كده ان الالفا هي اللي هتظهر التكست، لكن لو التكست حصلت كلر الكلر اللي هيخفيها. تمام. طب انا لو قلت العكس، بدل الفا قلت له لوما. على فكره لوما هي هيها بالظبط الفا، بس الفا ما بتبصش للكلر. يعني الفا سواء دي ابيض اسود الوان جن ازرق مش فارقه معاها الكلر. ما بتبصش للون، هي بتبص في ترانسبيرنسي ولا ما فيش، ده اللي بتبص. اما لوما بتبص للكلر او بتخفي بالكلر. ازاي؟ اقول لكم ازاي. تعالوا نخلي دي نن ونرجع السوليد دي زي ما هي كده خلاص، وهخفي البار ده وهخلي السوليد دي ترجع في النص تاني، هعمل لها ريسيت. جميل. نروح لإفكت اند ريسيتس ونكتب رامب جريدينت رامب، ده يديني لون ابيض واسود. بس كل الفكره ان انا همسك الهاندل ده خلاص وهجيبه هنا، وفي واحد اهو اللي هو ده، وده هجيبه هنا كده. تمام. بقى بالمنظر ده. في افكت تاني اسمه كالوراما، ما علينا من دول، هو ده بيعمل كالر سايكل. هروح لحاجه اسمها اوتبوت سايكل، ما علينا من اللي انا بعمله بس عشان اوريكم التراك مات. هحط هقول له رامب جراي و هزق دي كده. لو رحت لده وسحبت
ده كده، فانا هزود الاسود والاسود والابيض، وطبعا ممكن من الكالوراما اتحكم في المكان بتاعها زي ما بشوف كده. جميل، يعني عملت حاجه زي دي كده. ما علينا، طبعا لو عايز ازود ده هزود، بس انا عايز ابيض في النص حاجه كده مثلا، بس هو كده 1.5 زي الفل. ايه اللي يحصل؟ اولا انا لو انا خفيت دي، انا عايز التكست تدخل تبقى ظاهره تختفي وترجع تظهر تاني، بس طبعا هضغط يو. على فكره حرف اليو بيجيب اي حاجه فيها كي فريمز. عايز اروح بالسي تي اي على الكي فريم ده، اضغط شيفت واعمل سناب زي ما احنا شايفين كده. على فكره ممكن حرف الكي والجي، الجي بيرجعك كي فريم ورا والكي بيطلعك كي فريم قدام. فانا عايز اجي عند الكي فريم ده وامسك اكس دي واسحبها كده عشان تطلع بره خالص، تمام بالمنظر ده. طبعا ممكن نسلكت دول ونضغط F9 عشان يبقوا سموز، وكالعاده هاجي هنا واضغط N واضغط كده عشان اعمل ريفيو والسلام. جميل، بس في حاجة عايز، بما اني عملت كده، في حاجة عايزكم تشوفوها في التكست. هتلاقوا التكست كأنها بتتكعبل في النص، يعني بص كده شايف كده، تحس انها فيها واقفة. ليه بقى؟ لان هنا واقعة بين ادي كيرف التاني والتالت. لو احنا شفنا المنظر شايفين ده، هو ده اللي عامل الحركة دي. فدايما هقولك على حاجة، لما تلاقي حاجة بالمنظر ده، الكي فريمين اللي في النص دول جرب تخليهم لينير خلاص. يعني لو عملنا كنترول كليك وجينا عملنا كده، شايفين حركة زي الفل. في نوع تاني من الكي فريمز، والكي فريمز ده بيحافظ على السموزنس بتاع الحركة. كنترول كليك تاني، كنترول كليك تاني، بص كده بيحاول يعمل ايه؟ بيحاول يساوي الكي فريمات. الصب دي بنسميها صب كي فريم، اللي هو من النقط دي. الكي فريم ده نوعه اسمه روف اكروس تايم. الروف اكروس تايم هو لا بيسرع ولا بيبطئ، هو بيحافظ على السرعه بين الاثنين كي فريم. لو احنا جينا عملنا كده وقفت، هوب وطلعت، وقفت وطلعت، تمام. ده لو انت حابب تعمل النوع ده من الانيميشن، لو حابب توقف الانيميشن كانها لحظه بالتصوير البطيء كده وهوب قامت طالعه، حط الاثنين دول روف كي فريم. لو عملت كنترول كليك تاني ورجعت لينير هتلاقيها بالمنظر ده كده، تمام. نرجع لمرجوعنا، هظهر دي بقى. زي ما قلنا اللومه بتشتغل على الكالر، اما ان الغامق يخفي او ان الغامق يظهر، يا دي يا دي. بص بقى كده، لو انت رحت للتكست ورحت للتراك مات، انسوا بقى الفا. ليه انسى الفا؟ مفيش هنا الفا، هي فين؟ بص مفيش الفا خلاص، انت بتتعامل مع كلر، انت عايز الكلر دلوقتي هو اللي هيخفي، تمام. هروح للمو في اف اكس تكست تراك مات، بص كده لو قلت له لوما، لو قلت له دي هتختفي في الاسود اهي. بص هي في الاسود مفيش، يعني لو جينا نبص على التكست كده هتطلع شكلها عامل ازاي. طب العكس لوما انفرتد، نبص خلي بالنا من حاجه، حته التراك مات دي درب نفسك عليها. بص اخترع اخترع، لان بجد هنحتاجها واحنا شغالين للصبح للصبح. يعني مثلا احنا في سينما فودي مثلا، وعندنا مثلا وليكن سماعه هيدفون بتلف كده، وعايزين كلام او تايتل يلف من حواليها. طب التايتل هتكتبه في الافتر، تمام. هتخلي بقى الكلام اللي تكتبه ده يلف حوالين الاوبجكت اللي انت عامله في 3 دي. ازاي؟ ان احنا من سينما 4 دي هنطلع حاجه زي كده، هنطلع الاوبجكت نسخه هنطلعها رندر عادي، النسخه الثانيه نطلعها ابيض واسود، بحيث لما حاجه تيجي وراه يا تختفي يا تظهر، على حسب احنا هنقول هنا بقى يا انفرتد يا لوما.
خلاص هنخلي بالنا من الموضوع ده، في ستريس عليه جامد قوي قوي في احنا واحنا شغالين. المهم هي دي التراك مات وده التكست. طب جميل كده، الدنيا جميله جدا. نشيل بقى دي كده خلاص. وليكن مثلا يعني هاجي في ايمجز، انا ما جبتش صوره عدله تنفع كباك جراوند لان كلهم جرانجي تكستشرز، ولتكن مش عارف جايب حاجه عامله شبه الطوب. ايوه دي، وليكن انا هحط دي كباك جراوند. طبعا بصوا ما شاء الله زي الفل، كبيره كبيره يعني. لو ضغطت اس وجبت السكيل وعملت كده هلاقيها بالشكل ده. طب افرض انت عايز تحط التكست وتعمل لها ريسايز بالظبط على حجم الكومبوزيشن. بالمناسبه الصوره دي يعني هتبقى سنه فيها سكويز، يعني هتبقى مضغوطه. ليه؟ لان في هنا فرق كبير شويه. بس عامه يعني لو ضغطت كنترول شيفت اف تمام تاني، انا اسف كنترول الت اف مش شيفت، كنترول الت اف، كنترول الت اف بيقوم جاي عامل رصاص على قد حجم الكونت عموما. طب جميل، طب قدر بقى ان انت مثلا يعني عايز تعمل باك جراوند مركبه وتعمل عليها كلر كوركشن. ازاي يعني؟ مثلا لو انا رحت خدت الجرانج دي حطيتها فوق التكست برضو كنترول الت اف، وعايز اقطع الحته اللي تحت دي عشان ادمجها مع اللي ورا دي. عشان اقطع هنا زي الفوتوشوب بالماسك هكليك، وعندي فوق هنا اللي هي الماسك تولز او الشيب لايرز او الشيب تولز، مش هقول بقى شيب دلوقتي، هقول الماسكس. همسك وتخلي بالك لازم تكون عامل سيلكت على اللاير واقطع كده بالشكل ده. طبعا ممكن عندك البين تول كمان ممكن تقطع بيها. لما تعمل ماسك بيجي عندك هنا تحت حاجه اسمها ماسك. الماسك ده يا اما اد يا سبتراكت. اد يعني بيسيب اللي جوه الماسك، لو قلت له سبتراكت يعني بيسيب اللي بره الماسك. انا هقول له اد. طب مش عايز حد كده، عايز يبقى فيه زي فيزر خلاص او نعومه كده في الاطراف. هفتح الماسك وعندنا حاجه اسمها فيزر تمام، هنعمل فيذرنج بالمنظر وليكن انا عايزه بالشكل ده كده. جميل. خلي بالك بقى من حاجه، ان الباك جراوند بتاع لو احنا عملنا كده تمام، التكست دي عايزها كده مثلا ماشي. خلي بالك ان الباك جراوند بقت الاثنين دول مع بعض. طيب قدر انا عايز اغمق الباك جراوند دي شويه، اغمقها. هل تفتكر ان انا هحط الافكت مثلا، وليكن انا هستخدم افكت زي كيرفز مثلا، هروح لافكت اند بريسيتس واجي هنا واقول له كيرفز. اظن الافكت ده كلكم عارفينه تمام، اهو زي بتاع فوتوشوب. ما هو انا وانا هعمل ده هنا بقى واقوم ماسك ده واشتغل هنا تاني؟ لا. طب ده انا عايز حل ان ناخد الاثنين دول مع بعض واعملهم زي جروب، بحيث ان انا لما احط الافكت ينزل عليهم كانهم لاير واحده، كانك بالظبط بتعمل في فوتوشوب جروب وتاخد كام لاير تحطهم جوه فولدر. في فوتوشوب اسمها جروب، في الاستريتور اسمها جروب، في افتر افكتس اسمها بري كومب او بري كومبوز. هي كانها جروب بري كومبوز، كانك بتاخد الاثنين دول وتعمل لاير بري كومبوز اللي هي كنترول شيفت سي. هناخد الاثنين دول كنترول شيفت سي، هيقول لي هنا بري كومبوز عايز تسميها ايه، ولكن هسميها بي جي تكستشر. معلنا من الاختيارات دي هتيجي بعدين، هقوم قايل له اوكي كده تمام. بالمنظر ده بقى لو انا خدت كيرفز هقدر ان انا اغمق الباك جراوند زي ما انا عايز، وبشتغل على الباك جراوند كانها اليمنت تاني خالص.
طب وانا كده ما ينفعش اشتغل على كل دي؟ لا ينفع. خش يا سيدي هنا، وانت شايف مثلا ان الصوره بتاعت اللي تحت دي عايزه تغمق شويه، بسيط، حط كيرفز تاني هنا خلاص، وناخد ده هنا مش كيرفز بقى اسف، هنحط ليفلز تمام، و اوبس ده على الغلط، كنترول اكس كات كنترول في تمام، و اغمق دي سنه حاجه بالشكل ده كده. ممكن اروح في الريد و ازود الريد شويه، واروح للجرين ازود الجرين سنه. افتكر ان البلو محتاج يقل شويه في الميد تون، و يزيد سنه في الشادو تمام، حاجه زي كده. الجرين بزياده شويه، فممكن نسحب سنه تمام. لو رجعنا للار جي بي تمام، جميل، ظبطتها هنا. ارجع للمين، تقدر تتحكم زي ما انت عايز. اذا البري كومبوز مش معنى انك عملت بري كومب ان خلاص الدنيا وقفت، لا. البري كومب زي ما قلنا انت بتعملها علشان تطبق افكت واحد على كذا على كذا لير كانهم لير واحده، ده استخدام من ضمن استخدامات البري كومب تمام. نفس الموضوع لو انا التكست دي مثلا يعني انت هي تمام كده اهو، وانت عايز تطبق عليها افكت معين وهي بتتحرك، الاثنين دول كنترول شيفت سي بري كومب برضو تعمل اللي انت عايزه. طب ده في نقطة أهم، افرض وانت شغال جه العميل قالك أنا عايز بدل موفي اف اكس دي عايزة كلمة تانية، وانت كنت عامل افكتات بقى وهايص تمام. نصيحة، أي تكست تحطها في الديزاين، أي تكست تمام، أول ما تنزلها يعني مثلا احنا نروح لكومب جديدة اهي وهنحط تكست تمام، وليكن هنكتب أي حاجة تمام، أي حاجة عشان الوقت قبل ما يخلص. تمام؟ على طول وأنت كده كنترول شيفت سي بقت في كومب، خلاص اعمل بقى اللي أنت عايزه. عايز تعدل التكست؟ دبل كليك، عدل التكست، ارجع، التكست متعدلة وزي الفل. لو أنت حاطط هنا افكت واتنين وعشرة وعامل أنيميشن ولا ولا أي حاجة، مجرد ما تغير التكست كل حاجة هتتغير. ده كده اللي انا كنت عايز اتكلم فيه. من المحاضرة اللي جاية هنبدأ البروجكت بتاعنا.